السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. طبعا وردتني الكثير من الأسئلة عن طريق الأخوة الباحثين طلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات، إنه كيف أني أنزل بيانات ناسا باور. مثل ما نعرف إحنا أغلب الشغل الهيدرولوجي نحتاج بيانات الوذر ديتا، وبما إنه أغلب المحطات أما ما توفر كل البيانات، وخاصة إذا كانت البيانات اللي تحتاجها أنت يومي، ممكن إذا تطلبها كلها من يعني المنصات اللي تابعة للوزارات الأنواء الجوية وغيرها، تحتاج تكاليف مالية عالية. ثانيا ممكن هذه المحطات تكون غير دقيقة، أو أصابها نوع من التعطل لفترة ما، يعني أسباب كثيرة، أو ممكن تكون غالية الكلفة، الصيانة إلها الدوريات، يعني anything. فصراحة أنا كان عندي بحث أصلا منشور عن إنه استخدام بيانات ناسا باور كارلاينز برودكت، حتى إنه نقدر إنه مثلا وكأيضا هذا البحث كان منشور بمجلة جدا قوية اللي هي جورنال أوف هيدرولوجي، تقدرون تبحثون عنها. وهنا أنا دارسة التمبرشر بريسبتيشن، بالمناسبة موقع ناسا باور يوفر لي كل أنواع البيانات الجوية، سلر راديشن، بريسبتيشن، تمبرشر، ويند سبيد، ريليتيف هيوميديتي، وهسه ان شاء الله راح نجي نحكي عنها بالتفصيل. فاول شغله ننتبه عليها بهذا الموضوع انه كيف انا راح انزل بيانات ناسا باور، لانه يعني تقريبا هذا السؤال الدارج عند الكل. ايضا بدون تستفادون من هذا البحث انه اذا مثلا انت تريد تشتغل على بيانات ناسا باور وتقول انه مثلا هاي البيانات اثبتت موثوقيتها الريلايبلتي مالتها ضمن كذا، مع بالمقارنه مع المجر ديتا، لان فحص البيانات على 3 دول مو دوله واحده، فتقدر انه اذا يفيدك البحث ضمن انه هاي المجله قويه تسوي له سايتيشن. نجي هسه شلون انا انزل بيانات ناسا باور؟ طبيعي جدا، اروح للجوجل الاحتيادي، اكتب ناسا باور BOWER، بالسيرش هسه تلقائيا تروح على اول خيار اللي هو ناسا باور برودكشن اوف وورلد وايد انرجي ريسورس، تدخل على هذا اللينك. بالمناسبه انا راح اترك لك هذا اللينك الاول بصندوق الوصف ضمن الشرح مال الفيديو ان شاء الله. مجرد ما تدخل على الموقع الرئيسي تروح لهنا، عندك هنا انهانس لو ديتا اسس فيور، تقول له تختار هنا اكتب ديتا، حتى ان تريد انت تنزل البيانات الخاصه بناسا باور. بالمناسبه تريد تقرا عن الموقع البرودكشن مالته، الداتا ميثودولوجي، شلون تتبرمج، انواع الاقمار الصناعيه الخاصه بكرنيبل انرجي بالموضوع، تلقاه تماما كله ضمن اللينك. يعني احنا ما راح ندخل بهاي التفاصيل الفلسفيه ضمن الموضوع، احنا راح ندخل فقط ابلايد. اليوم عملنا فقط حيكون ابلايد، لكن انت ضروري تفهم الفلسفه. اي نعم، تقدر ان تدخل على الموقع الرئيسي اللي خاص هسه فتحناه، تقدر تدخل تلقائيا وتنزل. بالمناسبه الحلو بالموقع انه ما ينزل لك البيانات على شكل شبكه، تقدر تختار شبكه وتقدر تختار بوينتد. انت لازم شنو تسوي حتى تنزل البيانات؟ هاي الفقرات لازم احنا نجيها حتى انا اعلمكم اياها بالتفصيل، بعد ما تحتاج تسالني انت اي سؤال ثاني. لاحظ الموقع من ينفتح بهذا الشكل، ينفتح لك تسوي لك ابلودنج اللي موقع ناسا باور. حتى انه نشتغل احنا بالبيانات، اول شيء انت ضمن منطقتك الدراسه الهيدرولوجيه، دراسه مناخيه، دراسه تضمن كلايمت تشينج، دراسه جراوند ووتر، اني ثينج، انت لازم عندك محطات قياس، محطات قياس للوذر ديتا، تمام عيني؟ هاي المحطات كأن تكون الموجودة بياناتها، انت هاي المحطات لازم تعرف اللاتيتيود واللانجيتيود مالتها، يعني موقعها الجيوغرافيك لوكيشن الها. شلون تحضر المحطات؟ تروح على منطقة دراستك، كم محطة بيها؟ كذا 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 محطة، 7 8 9 محطات. هاي المحطات لازم كل محطة تعرف انت اللاتيتيود واللانجيتيود مالتها، وتحضرها باكسل بهذا الشكل. تحضرهن باكسل بهذا الشكل، تقول ان محطات منطقه الدراسه، كان تكون هاي المحطه الاولى، المحطه الثانيه بهذا الشكل. تقول المحطات مثلا نسميه اللي هنا، هسه انا راح افتح لك الاكسل، تحضرهن هاي المحطات انا عندي هنا، يعني هاي بيست. هسه هنا تلقائيا اقدر مثلا اني احذف، هسه هنا اقدر اسمي المحطات، انطيها نيم واسمي المحطات، لازم اعرف اني اسمائهم، لان انت بعدين مثلا من تشتغل
الشغل الطبيعي، تحتاج انه مثلا ترسم الخارطة توضح بيها مواقع اللوكيشن مال الجيوغرافيك لوكيشن للوذر والهيدرولوجيكال ديتا، الهيدرولوجيكال عفوا ستيشن. فلازم شنو تسوي؟ تروح تعرف النيم مالتهم، كل محطة تحصل النيم مالتها من موقع الانواء الجوية حسب من مركز وزارة معين، تاخذ النيم. هاي المحطة مثلا نقول الاولى مثلا حصيبة، المحطة الثانية حديثة، المحطة الثالثة مثلا محطة بغداد، محطة كذا، محطاتك وعندك دولية إذا كانت دراستك انترناشونال مثلا خاصة في أي دراسة معينة، فكل محطة تسوي لها النيم وتسوي لها اللوكيشن مالتها اللي شو تضمن لاتيتيود لانجيتيود. الاتيتيود ما مطلوب من عندك، يعني اللي هو ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، يعني البنج مارك مالتها ايش قد الاتيتيود، ما مطلوب، ما راح يأثر عليك بناسا باور. أهم شيء يطلب من عندك لانجيتيود والاتيتيود، تمام عيني، والنيم مالتك هنا أنا. هذا النيم تسميهن، كل محطة لها اسم. خاف تحتاجهن بعدين ترسم الخرائط تسويها ببرنامج، أنا شارحته سابقا بال إذا ترجع للقناة تلقى شلون أنا أقدر أوضح أو أبين الخرائط الخاصة بالهايدرو والوذر ديتا أو الهايدرومترولوجيكال ديتا ضمن يعني منطقة الدراسة، الشيب فايل مال منطقة الدراسة. فتسوي هذا الفايل ضروري تحضره. هسه نرجع للوورد اللي عندنا الطبيعي جدا، راح يفتح لك البيانات بهذا الشكل، تمام عيني. هاي اكو تحديثات بيقول لك انه انهانسنج صار بالباور، ناسا باور ديتا صارت انه بيتا. هاي دائما اي تحديث كذا ينطك اياه ضمن الموقع. نجي هنا تنتبه انت على هذا، تقدر تختار العمل جريد شبكه، وتقدر تختار العمل هنا منه اكو سنجل بوينت واكو جريد. جريد انه انت تنزل لشبكه كامله يعني شبكه كامله. انا ما عندي محطات معينه، لكن اريد انزل للعراق ككل محطات، انطي ابعاد العراق الكليه ايش قد يكتب لاتيتيود، ايش قد لانجيتيود مثلا من الاعلى ومن الاسفل، ايش قد لاتيتيود ايش قد لانجيتيود، تنطيها. والستارتنج من تريد من ياسل لياسنا تنطيها، تمام يعني. هذا ياهل يستخدمها الدراسات الريجنال، من اللي يسوي داون سكيلنج الى بيانات معينه، كلايمت تشينج غيرها، يستخدم دائما الخيار الثاني، تمام عيني. لكن بالاغلب وهذا شرحه واحد، انا اليوم الشرح مالتي راح يتناول ضمن اذا عندي محطات معينه راح انزلها البنات يسمونها الباور سنجل بوينت. هذا شرحه واحد ويكون موضوع معقد واكثر، ودراسات يستخدم للريجنال ديتا، يعني مو للدراسات الاعتياديه، مو ضمن البرامج الهيدرولوجيه. اكو برامج خاصه بالداون سكيلنج يسمونها التخفيض الاحصائي، اللي هي بيانات الكلايمت تشينج اسوي لها تخفيض احصائي، لازم عندي بيانات مقاربه لها حتى يسوي علاقه ريليشن شيب بيناتهم ويخفض على اساسها حتى يتجنب او يقلل التحيزات اللي تصير بالبيانات، فيستخدم هذا النوع الثاني. فهذا النوع الثاني يعني لدراسات الكلايمت تشينج اللي ريجنال، ولازم مو اي داون سكيلنج، مو ستاتستيكال، لا دايناميك داون سكيلنج. ما احب اتطرق بهذا الموضوع حاليا هون حتى ما يضيع وقت الفيديو. هذا يستخدم للدايناميك داون سكيلنج. بالمناسبه احنا الدول الناميه قليل ما نستخدم، يعني الدايناميك داون سكيلنج ما مفعل عندنا، يعني ما موجود. اتوقع اخر حد عندنا بالنسبه لقاره اسيا هي الصين مفعل عندها، بعد هالدول البقيه ما يعمل عندها الريجنال. نجي هنا احنا شنو شغلنا؟ الباور سنجل بوينت. نجي هنا شنو نختار احنا؟ ايش عندنا احنا؟ ايش نريد؟ ننزل البيانات الرينيبل، يعني البيانات الوذر، سستينبل بيلدينج، شنو عندنا؟ لو الاجرو كلايماتولوجي، فرينيبل انرجي، تمام عيني؟ شنو نوع البيانات اللي تنزلها انت؟ شوف الحلو بناسا، عندك هواي بيانات، عندك بالساعات ديلي حسب انت البرنامج اللي تشتغل عليه شنو؟ الهيدرولوجي، تريد ديلي تنزل ديلي، تريد مونثلي احصاءاتك، تريد كلايماتولوجي، فحسب مثلا ديلي مثلا. نجي للنقطة نختارها، النقطة إذا أنت تعرف اللاتيتيود واللانجيتيود مالتها مثل ما محضرهن بالأكسل، تروح تاخذ اللاتيتيود مالتها قل له كوبي وتخليه هناك، وتاخذ اللانجيتيود مالتها وتخليه، تمام عيني؟ هاي اللاتيتيود واللانجيتيود، تخليه هنا وتقول له سير. شوف هسه أنا راح آخذ أول نقطة مثلا، هاي اللاتيتيود كوبي، تمام؟ هاي هنا، هاي اللاتيتيود كوبي بيست. اللانجيتيود أيضا آخذها، هاي لانجيتيود كوبي اسويها هنا بيست، تمام عيني. هاي هسه انا حددتهم. اكو طريقه ثانيه اذا اني ما عندي اللاتيتيود واللانجيتيود ضمن منطقه معينه واقدر اخذ، اي نعم، تحدد بلدك انت تختاره وين مثلا، تمام عيني، هنا تزوم الخريطه الى ان توصل للبلد اللي انت تريده، وتختار هاي النقطه اللي هي البوينت
وتاخذ البوينت. وانت مثلا انا اريد هسه هنا مثلا ضمن اليونايتد ستيت اختار مثلا هنا مثلا سان فلورسينا هنا مثلا او اختار لوس انجلوس ديلي اني دالاس هنا اختار في نقطه معينه انا اريد ضمن هاي النقطه اني فهو يختار لي هاي البيانات تمام عيني. او اذا واذا انا عندي لاتيتود لانجتيود فاختار اللاتيتود واللانجتيود. منين تريد البيانات من مناسبه اللي يوفرها لك ناسا باور من 81 شهر السادس 81 شهر السادس الى اخر تحديث 22 اتوقع نزل اخر شيء وال 24 نزل بس ما كامل. فهسه مثلا نقول لل 23 مثلا لل 23 اريد بال 23 مثلا يا شهر جانوري لا مثلا خلينا نقول فبراير مارس ابريل ماي جون مثلا حد سبتمبر يوم 5 نجي الستارتنج داتا هاي الستارتنج لا انا اريد الاندنج مثلا الاندنج داتا مثلا خلينا نقول لل انا احتاج حتى ما يتاخر بتنزيل البيانات يعني اريد مثلا لل 23 لكن مثلا ليا شهر مثلا لحد مارس 24 تمام اعطيت الستار. بالمناسبه منين يبدي نرجع لاحظ يبدي لك من 81 وتحديثه سنوي مستمر تمام عيني. نجي هنا سلكت الاوتبوت فايل ايش تريد يطلع لك الاوتبوت فايل عنده عده فورمات يطلع بيها انت اختار سي في اس النت سي اف دي ما تفيدك لانه اذا اختاريتها لازم عندك برنامج خاص يفتح النت سي اف دي ويحولها الى اكسل اختار سي في سي اس في مباشره هو يفتح اكسل تمام عيني. نجي هسه على اختيار البيانات انا شنو اريد انزل تمبرتشر تضغط على التمبرتشر منا شوف هسه لاحظ ضغطت انت على التمبرتشر التمبرتشر عندك شنو تريد تمبرتشر عند 2 متر من سطح الارض هاي تبقى حسب اختيار يعطيك هو كل الخيارات هسه تقول هي تمبرتشر اني ليش كذا لا مو انت عندك بالتمبرتشر حسب الدراسات اكو ناس تحتاج دراسه التمبرتشر عند 2 متر من سطح الارض اكو يريد الافرج تمبرتشر اكو يريد الماكس تمبرتشر هسه انا صراحه مثلا اللي يريد تمبرتشر على بعد 2 متر ايش اختار ماكس مينيموم تمام. نجي البريسيبيتيشن او الريليتيف هيوميديتي الهيوميديتي والبريسيبيتيشن هاي دارجين بوا شو تريد انت البريسيبيتيشن خيار واحد ما بي غيره الريليتيف هيوميديتي تريد سبيسيفيك هيوميديتي لو الريليتيف هاي تعرف الفرق بيناتهم تريد مثلا الريليتيف هيوميديتي. نجي الويند سبيد او البرجر ايضا بها خيارات اوبشنات تريدهن كلهن تختارهن كلهن ما تريدهن كلهن مثلا انت تقول انا اريد بس الويند سبيد عاد 10 متر مثلا حسب اختيارك او تريد الويند سبيد ماكسيموم مينيموم شنو انت تريد تمام تختار الخيار. كذلك عندك خيار اسمه السولار راديشن هذا الباراميتر اوف سولار كوكينج او سولار فلوكس تمام عيني. هالخيارات اللي انت تريدهن تحددهن وتختارهن بالضبط تمام عيني. هاي سنه احنا لاحظ هذا الراديشن والاشعه وغيرها هاي الامور كلها هنا. نجي هنا لهذا الخيار ايضا شنو تريد عندك سولار راديشن تختاره حسب بالمناسبه اكو انواع للاشعاع الشمسي وانا هذا شارحت الموضوع بشلون انا انزل الاشعاع الشمسي اذا احتاج ضمن برنامج هيدرولوجي. مثلا انا حددت هسه البيانات هنا ويند سبيد مثلا تمبرتشر كذا قلت انا هاي البيانات اللي اريدها تمام. هسه هنا كملت حددت الستارت بوينت وطريقه انزال البيانات اقول له سبمت ارسل هسه راح يسوي لك سيرش تمام. لاحظ هنا بالاسفل هنا أنا موجود وين المؤشر انا مخليته يقول لك بروسيسنج لاحظ بروسيسنج هسه ينزلك البيانات. بعد ما تكمل البيانات عنده هنا انت تسوي فولدر خاص بك تكتب ناسا باور راح ينزل لك لكل محطه. هسه راح ينزل هاي المحطه تكتب انت هاي مثلا محطه واحد هسه اوتبوت فايل يقول لي نعم من هنا راح ينزل لك الاوتبوت فايل ينزل لك اياها بصيغه السي اس في هذا الاوتبوت فايل هسه بس يفتح هذا الفايل هذا البيانات هنا سوالها داونلود هاي البيانات نزلت بهذا الشكل لاحظ شو ينطيك لاحظ ينطيك اسمها تمام عيني ناسا باور الريزوليوشن ينطيك اياه ينطيك الديتا يمتى تنزلت اليوم هذا منين لمنين من كذا وقت انت اختاريت من 5/9/2023 الى 3/11/2024 اللوكيشن اللي انت طيتها الاحداثيات مال النقطه اللي تريدها
شو اختارت؟ شنو البيانات اللي تريدها؟ كذا كذا كذا، تمام عيني. نجي هنا الشهر بلش يعطيك شهر ديلي وكذلك البارامترات. هسه انا شو اختارت؟ اختارت التمبرتشر ماكس تمبرتشر مينيموم، هاي الاثنين يعني على بعد 2 متر من سطح الارض. بريسيبيتيشن والريليتيف هيوميديتي والويند سبيد. شوف لاحظ هسه البيانات كلها نازله هنا عندك بالكامل بالتفصيل. بالمناسبة هسه هاي البيانات، طيب انا دكتورة نزلت عندي، شلون اقدر اعرف الـ 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 الوحدات اللي خاصة بها؟ ينطيك هنا بالتفصيل البراميتر تي 2 ماكس على بعد كذا تنزل ب 2 متر ماكسيموم، تي المينيموم اللي هي ايضا بالسيليزي تنقاس كذا، هاي البريسيبيتيشن دا يقول لك انقاس من المعدي خاف تريد تحول التغير وحدة حتى تعرف طريقة التحويل، الريليتيف هيوميديتي بيرسنت هاي نعرف ما لها وحدات دايمنشنلس، الويند سبيد متر على السكند، تمام؟ فكل شيء ينطيك بهذا التفصيل، هذا الملف تلقائيا تحفظه وبعدين تجمع بياناتك بالمكان اللي انت تحتاجهن، تمام عيني؟ هذه تخليهن في بالك. نجي على شغله ثانيه على الموقع، هسه بعد ما نزلت البيانات اقدر اختار نقطه ثانيه؟ اي نعم تقدر تختار نقطه ثانيه، ترجع الموقع نفسه، طيب منين اقدر اختار الموقع؟ منه، لاحظ هاي البوينت الباور سنجل بوينت، تمام؟ تغير اللوكيشن وايضا تغير منه، طيب ايش قد الريزوليوشن اللي يوفره؟ عندك اثنين ريزوليوشن صراحه، يوفر هنا بالسنجل بوينت 0.5 في 0.5 يعني ريزوليوشن كلش دقيق، لكن اذا ردت تشتغل ريجنال شبكه الريجنال تكون اعلى فيوفر لك دقه 1 ديجري في 1 ديجري، تمام؟ وقلنا هذا شرح وحده وضمن يعني امور تكون ادفانس، احنا شغلنا مثلا اذا شغلك هنا فيكون ضمن الصنف الاول، فاول شغله تحتاج انه تحددها انه عندك الستيشنات، طيب اذا انا ما عندي ستيشنات أنا أريد أخلق ستيشنات أسوي كرييشن إلها، إي نعم تروح على منطقة دراستك الشيب فايل وتحدد نقاط معينة يعني بعد ما أنت تدرس منطقتك الدراسية وشنو الأوتبوت النوفاليتي مال عملك أنت شنو تريد توصل؟ دقة البيانات البيانات المناخية والهيدرولوجية تهمك إلى درجة كبيرة، تكثف شبكة البيانات، تحدد أنت نقاط معينة تقول أنا ضمن هاي النقطة، فتقدر تاخذ نقاط غير موجودة بأرض الواقع أنت تسوي لها كرييت، تمام؟ وإذا عندك نقاط بأرض الواقع وتاخذها حتى أنه مثلا أنت تسوي باب مقارنة بيناتهم يعني واي نوت، وإذا تريد أنه تاخذ البيانات وتقول أنه هاي البيانات مال ناسا باور أثبتت مصداقيتها وموثوقيتها، عندك هذا البحث راح اترك لك اللينك مالته الخاص بي، تقدر تسوي ضمن تكتب رسالتك او طروحتك او بيبر معين تريد تنشئه انه يا بهاي البيانات يعني اثبتت مصداقيتها او موثوقيتها بالعمل تلقائيا، تاخذ انه هذا اللينك راح يفيدك وتقدر ايضا تدرس هذا البحث يفيدك تارك بي كل التفاصيل انه كعمل ليش اختارينا سباور، شلون اني احدد اللوكيشن مال النقاط، البيانات الهيدرولوجيه، لاحظ هسه انا هاي البيبر كان يتكلم على منطقه تقع ضمن 3 دول، فلاحظ التفصيل مالتها، شلون انا احدد الكودات شو مسميه انا يعني هذا يفيدك ممكن الباحث ايضا، وهذه الطريقه بالتفصيل لانزال بيانات ناسا باور ديتا. ان شاء الله انا اتوقع لهنا ما عندكم اي سؤال والكل يقدر يستفاد من هذا الفيديو، نلتقي بكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.